السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ ربنا يرزقكم الجنة ونعمها. قررنا نعمل القناة تنمية وزراعة، 7 حاجات للانسان الخشن او الجلنف او اللب في تعامله مع الناس. رقم 1، بيكون قاسي جدا في التعامل مع الناس، وكمان بيكون قاسي على نفسه، ممكن يحرم نفسه، ممكن يضغط على نفسه، ممكن يعصر على نفسه 2 كيلو ليمون علشان خاطر يعدي الموقف ده او يقبل حاجة اي انسان ما يقدرش يقبلها. رقم 2، ما بيحاولش يفهم مشاعر الناس التانية علشان خاطر ما بيثقش فيهم. وفي الحالة دي ممكن اقول عليه كذاب، لان اكبر عقاب من ربنا للكذاب انه ما بقاش يصدق حد، مش ان الناس عرفت انه كذاب. رقم 3، ممكن يقطع مع ناس كتيرة في التعامل مع صاحبه ومع مراته ومع خطيبته، في حيث انه متصلب في رأيه، يعني من الاخر كده ديكتاتوري، او بمعنى ادق عاوز يبين لاي حد بيتعامل معاه انه له اهمية في المجتمع، وان رأيه مؤثر، وانه ممكن كلامه يمشي وهو الصح، وانه هو لو حد ينفذ كلامه يبقى هو ده الصح، وهو ده لازم يتمسك بيه الطرف الاخر زي ما هو متمسك بيه بالظبط. على فكرة له قدرة رهيبة جدا في المناقشة، بيبقى لبق جدا في الكلام، لكن برضك مع انه لازم يصمم على رأيه، يعني ديكتاتوري برضو. رقم 7، انه شايف نفسه كويس وان الناس التانية مش كويسة، وان الناس كلها عندها مشاكل، وان هو رقم 1 نمبر 1، انه خالي من المشاكل، وانه دايما دايما يدعي الفضول او يدعي الفضيلة. طب ازاي نتعامل مع الشخص ده؟ يلا بينا. رقم 1، يعني لازم اولا لما تيجي تتعامل معاه تكون ريلاكس كده، تهدي من اعصابك وتحاول تسمع منه على قد ما تقدر. اسمع، خليك انسان صاغيا ليه واشتري منه. تعامل مع اللي قدامك انه هو اذكى منك، يعني انت اتعامل مع الشخص ده انه هو اذكى منك في الكلام او في تجارب الحياة. نفسك تطلع باكبر قدر من المعلومات انك تعرف تحلل الشخص ده. رقم 2، اسمع له كويس، بس اسمع له وانت ساكت. رقم 3، تأكد انك لازم يكون عندك كمية ثقة رهيبة جدا انك تقدر تتعامل معاه، ما تحاولش انك تعصبه وجادله بالتي هي احسن، يعني من الاخر كده اسمع وعدي، ما تقفش على الواحدة. رقم 5، واللي قلتها في رقم 1، حاول تستخدم معلوماته وافكاره، حاول تجيب الكلام اللي بيقوله واستخدمها، اركنها على جنب فهي مش كده، واستخدم الكلام ده، تعالى ما يخلص نقاش طلع الكلام والافكار بتاعته واستخدمها لمناقشته ولمناظرته. رقم 6، خليك قوي جدا لما تيجي تبين وجهة نظرك انت، خليك قوي جدا في التعامل، بس مش قوي انك تضربه، لا، قوي بالحجة، بالحجة بالاقناع، يعني قوي بالكلام، قوي كده، ويعني تبقى ضمضم كده وانت بتتكلم معاه. رقم 7، حاول تفهمه ان الاحترام بقدر احترامك للاخرين اصلا. رقم 8، حاول دايما تجيب له الايات والاحاديث وتحاول تفهمه، وان الدنيا مش جاية على هواية زي ما هو فاكر. حاول على قد ما تقدر انك تتكلم بالراحة وتسمع زي ما قلت لحضرتك دلوقتي، وانك انك ما تطلعش كل الكلام اللي عندك، حاول ما تتعصبش، لو قالك كلمة تزعلك عيد عليه الصيغة مرة تانية، اللي هو ايه انت مش قصدك تعمل كده صح؟ طيب اكيد انت قصدك حاجة تانية صح؟ لا 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 لا، انت مش قصدك انك تغلط فيا، بنفس الطريقة كده. ودايما خلي كلامك معاه صح عندك حق، لكن بالطريقة كده، ايوه فعلا عندك حق، لكن خليها نعم ولكن. حاولت على قد ما اقدر اجيب لك المقتطفات اللي تقدر انك تتعامل بيها مع الشخص الخشن، اللي هو زي ما بيقول عليه، يقول لك ايه، احنا ساعات بنقول عليه مثلا لك ايه، شخص جلنف ما بيعرفش يتكلم، صوته من دماغه في الغلط وبتاع. فانت حاول على قد ما تقدر تتعامل مع الشخصيه دي. استنونا في الجزء الثاني، وهتبقى زي ما قلت لحضراتكم ان هي تنميه وزراعه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. سلام.